شو؟ هالوضع مو عاجبني. إذا بدك تخبي شغلة وحدة لازم تكذب 100 كذبة. لازم نرجع على البيت روهان. بس إيه روهان، لازم نرجع. يلا لف ورجع، ما عاد بدي ضل عم كذب على أهلي. ميسي أنا شو عملك لحتى عم تعاقبيني؟ أنت ليش مانك قادرة تعطيني وتعطي حالك يومين بس؟ الدكتور شو قال؟ قال إنك متوترة كتير ولازم تقضي يومين بعيد عن الضغط والزعل، وأنا هذا اللي عم ساوي. لهيك خططت لكل شي لحتى أخدك إجازة وريحك شوي، بس أنت مو رضيانة. ميستي، من وقت ما رجعتي من المخفر يومتها وأنت مزعوجة؟ لك حتى أنه ما بدك تخبريني باللي صار معك وكأني واحد غريب عنك. شوفي ميستي، أنا كل شي بدي نقضي يومين بسلام وأكتر. بدي ضمك لقلبي بلا خوف، بدي حسسك بالراحة، وما تفكري ما تفكري بشي يزعجك بالمرة، لا البيت لا العيلة لا الشغل ولا أي شي. لو سمحتي هنن كلهم يومين، وأنا بوعدك إنك رح تصيري أحسن من قبل. بس باري رح تزعل وتنقهر كتير وقت تعرف إنه أنت كذبت عليها. باري ما رح تعرف إني كذبت عليها. أنا وياكي بس اللي منعرف بهالشغلة، ما في أي حدا تاني غيرنا. لا أنا رح خبرها ولا حتى أنت. ليش عم تشغلي بالك على الفاضي؟ ميستي بترجاكي يومين، ما عم بطلب غير هاليومين، بشرط أنه ما نفكر بحدا غير فيني وفيكي وبس. من حقنا أنه نعطي هالعلاقة شوية وقت، ما هيك؟ وافق بترجاكي ماشي؟ منكمل. روهان قال لتيتا أنه اليوم عنده تصوير بالاستوديو تبعه، بس ليش قال لي أنه عنده تصوير باستوديو تاني؟ معقول في شي صاير؟ حبيبتي؟ باري؟ اجوا موظفين من النفوس وقالوا أنه بدهن صورة عن هوياتكن، يمكن عم يعملوا إحصائية أو شي شغلة، والله ما بعرف. شوفي لي بخزانة ميستي إذا في صورة عن هويتها. يلا باري قومي عطيني الصور مشان إذا رجعوا يلاقوهن جاهزين. حبيبتي يلا. ماشي تيتا، هلأ بقوم وبشوف لك ياهن. بنتي أنا بدي ياهن هلأ هلأ. بتنشغلي وبتنسيهن، بعرفك أنا. هلأ بيجوا ما بيلاقوهن، مو حلوة بحقنا. يلا قومي. تيتا هاد الورد من الباقة اللي جابها روهان، بس ليش ميستي مخبيتن؟ وأنا كمان ما عندي فكرة يا بنتي، يعني ليش لحتى تخبيهن هون بدل ما تكبهن؟ ميستي استني هون لبين ما جيب المفاتيح. ماشي روهان. ها؟ انت حجزت لنا غرفتين مو واحدة مو هيك؟ لا
حجزت غرفة واحدة. لكن روح واحجز لنا غرفة تانية، لأنه ما بصير نضل بغرفة واحدة. شو عم بصير معك؟ معقول ما بتوثقي فيني؟ ارتاحي، أنا حاجز غرفتين، وهلأ استني هون لجيب المفاتيح. ما عم بفهم شو صاير مع هي البنت. أنا متأكد إنه في شي كثير صايرة بعيدة عني وعم تبعدني عنها كمان، وأنا كل شي بدي إياه إنه خليها مبسوطة وبس. في حكي، يلا قوموا لشوف واعطوني هوياتكم كلكم، لأنه صار لازم جيب المفاتيح. أكيد بيكونوا جهزوا لنا غرفنا هلأ. مناخد حمام وبنظبط حالنا، وبعدين بيجي وقت الحفلة والسهر. مستي؟ لك رد بقى على موبايلك يا روهان. روهان خالتي بوا بطريقة على الريسبشن. ايه شفتها. روهان؟ بوا؟ شو هالمفاجأة؟ عن جد انبسطت بشوفتك؟ وأنا كمان مبسوط. أنت شو عم تساوي هون؟ ما أنا شو عم بعمل؟ إيه؟ يا ربي، إذا عرفت بوا إني إجيت لهون مع روهان رح تفضحني. رح تخبر تهتا وباري فوراً وما رح تستنى. لك شو هالمصيبة هي؟ عندي جلسة تصوير، والجلسة هون بالأوتيل، لهيك كنت عم أحجز غرفة مع باقي الفريق أحسن من الروحة والرجعة. تصوير؟ عن جد شي حلو. إيه لكان لكن خدني أنا ورفقاتي وفرجيني على موقع التصوير، شو رأيك؟ والتصوير هون بهالأوتيل؟ أماني خدنا نشوف كيف تشتغلوا روهان، لو سمحت لو سمحت. وإذا بدك كمان فيك تعملني الموديل، ومن بعدها رح تحلم تشوف وشي مرة تانية. لحظة بس، أنا لازم وكتير ضروري أعترف لك بالشغلة. اسمعيني لو سمحتي، انت طالع بتاخدي العقل عن جد. انت كتير مزوق على فكرة. شبك ليش ملبك وخايف هالقد؟ عرفت، انت شكلك جاي مع شي صبية لهون. ما حبيتها منك. ها، عندك حبيبة ومخبر حدا، عيب عليك على فكرة. يلا اعترف. لا بوه، لحظة لو سمحتي، هذا الزبون اللي عنده جلسة تصوير اكيد بيكون ناطرني هلأ. أنا فكرته رح يتأخر علي، لهيك قلت لحالي بخلص أموري وبحجز غرفة، بس هلأ شكله إجا وأنا ما فيني خليه يستنى. يلا بشوفك بعدين. طيب شوفك. لحظة باي. غريبة، دقله شبح ولا زبون؟ شبه هيك صفرن مثل الليمون؟ إيه؟ مو مهم. خلص راح أصير موديل، بس هلأ لازم أخذ المفاتيح. لعما نسيت، هلأ بيحطوني إلي بالمقلاية وبيبلشوا. أنا بورجيون لو سمحتي. هاي الهويات يلي طلبتيها، غرفنا صارت جاهزة. لو سمحت، ممكن تطلب لي تاكسي لحتى توصلني على برابها ديفي؟ ايه طبعاً، دقيقة بس. ألو، ليك بدنا تاكسي تروح على برابها ديفي. مدام انتظري بس دقيقتين.
ميستي! وين ميستي؟ عند رفيقة اسمها نيرجا، بدها تعمل حفلة توديع العزوبية، لهيك ميستي سافرت ورح تضل عندها يومين. باري لحظة شوي، أنا ماني بالاستوديو تبعي، أنا باستوديو تاني، وبصراحة عندي ضغط رهيب ولازم يخلص هالشغل بأسرع وقت، لهيك عطيني يوم أو يومين. ستي سؤال، وين بوكي الورد يلي بعت لي يا روهان؟ هو مو بالغرفة. معقول دبلو الوردات قامت ميستي أخذتهم من هون وكبتهم؟ شو عم تحكي باري؟ أنا وروهان حابين بعض؟ مستحيل نتفق أنا وروهان على شيء، حتى لو بدها تطبق السما على الأرض، هذا الشيء مستحيل يصير. بس إذا هالورد إجا لباري، ليش ميستي احتفظت فيهن وخبتهن عندها؟ ميستي أنا شو عملك لحتى عم تعاقبيني؟ أنتي ليش مانك قادرة تعطيني وتعطي حالك يومين بس؟ لهيك خططت لكل شي لحتى أخدك إجازة وريحك شوي. ميستي أنا آسف، بترجاك تسامحيني. أنا عن جد ما بعرف إمتى صرت بحبه لروهان، أنا ما فهمت كيف قدرت أتعلق فيه. شو عم تحكي باري؟ أنا وروهان حابين بعض؟ مستحيل نتفق أنا وروهان على شيء، حتى لو بدها تطبق السما على الأرض، هذا الشيء مستحيل يصير. كل ما حاول سيطر على الوضع وخلي الأمور تمشي صح، بيرجع كل شيء بيتخربط وبيتعقد. شو بدي أعمل هلا؟ بعرف إنه بوا شافتني، وبعرف إنها شافتها وخافت، بس كان فينا نخترع لها حجة. ليش راحت بلا ما تخبرني؟ صباح الخير باري حبيبتي. صباح الخير ميستي. تيتا قالت لي إنه بدك يومين لحتى ترجعي لهون، شو صار؟ إيه صح، كان لازم أبقى يومين بس ما ارتحت هنيك وداخلي كتير، لهيك رجعت فورا. إيه وكمان مين هاي نيرجا؟ أنتي ولا مرة حكيتي لي عنها من قبل. لأنه هي رفيقتي على الفيسبوك، تعرفت عليها على النت، وبعدين عرفت إنها مسجلة معي بدروس اليوغا، ولهيك تعرفنا على بعض وهلأ يعني صرنا أصدقاء. بصراحة ميستي أنا استغربت، لأنه من لما كنا صغار ولحد هذا اليوم أنا بعرف كل رفقاتك، بس ولا مرة سمعت باسم هي البنت من قبل. وكمان لما دقيت لك مبارح أنتي ما خبرتيني إنك رايحة على حفلة وداع عزوبية رفيقتك، لهيك استغربت. باري معك حق، هالأيام أنا وأنتي صرنا مشغولين عن بعض،
وعم نلتقي بناس جداد دائماً. في ناس ما منحبهم ولا منتفق معهم، وفي ناس منحبهم وبيصيروا رفقاتنا المقربين. وبس هيك، بعدين أنا أصلاً كمان ما بعرف رفقاتك كلهم. أي أنا سألتك لأنه أنا بعرف حالي، بنسى بسرعة كتير، بس أنتي مو مثلي. يعني أنتي ما بتنسي شي وناضجة وما بتحكي شي بلا سبب وبلا معنى، يعني كل هدول يلي قلتهم صفاتي أنا مو أنتي. اسكتي، لا تحكي هيك. أنتي صايرة بتتحملي مسؤولياتك، صرتي ناضجة وعاقلة، وبصراحة أنتي صايرة عم تهتمي بالشغل أكتر وأحسن مني. أصلاً أنتي آخر فترة التهيتي بالشغل وما صار لي وقت لقلك هالشي. وكمان بصراحة أنا ما كنت مقررة إذا رح روح على الحفلة أو لا، لأنه ما كان بدي أترك تيتا لحالة منشان روح على الحفلة، بس بعدين تيتا قالت لي روحي وأصرت، ولهيك أنا رحت. باري، هذا الكيس ما قدرتي تضلي بدون هالوردات؟ لا ميستي، بس تيتا كان بدها ملفات من الخزانة، قام وقع الكيس وأنا عم دور لعليون، مو قصدي. كنت بعرف أنه أول ما ترجعي على البيت رح تدوري على بوكيه الورد، لهيك قلت لحالي ليش ما بتتسلي فيها شوي وبتخبي لها ياهن وبتصيري تستغليها من شانن وتقلي لها إذا بدك الوردات لازم تشتغلي كل الشغل عني. بس حضرتك خربتي للخطة كلياتها. معناها كنت قلقانة على الفاضي، ميستي بتضل شغلة بالا فيني، لهيك فرطت لي الوردات وخبت لي اياهم. يا ربي، بلشت القصة بكذبة اني ما بحبه لروهان. قديش لازم اكذب لحتى اقدر ضل مخبي هي الحقيقة؟ تيتا قالت لي إنه يمكن تكوني كبيتي الوردات لأنه دبلو، بس أنا فكرت إنه عطول الشغلات اللي بحبها والشغلات اللي بتتعلق فيني وبتهمني كتير بتخبيلي ياهن، وقلت مستحيل تكبيهن. طلع معي حق. باري، إجا لعنا رفيقي جادو. جادو إجا؟ تخيلي بعد كل هالسنين رح شوفه وأخيراً. أنا جاية. بصراحة تيتا الوردات هدول كانوا رح يدبلوا، لهيك فكرت أفرطهم وخبي لها ياهن. هاد قدرها يا بنتي، قد ما ضلت مفتحة بالآخر رح تدبل، بس المهم إنك تقدري المشاعر والفرح اللي بيعطوك إياها، وإنتي لازم تحترمي هذا الإحساس. وإنتي احتفظتي بهدول الوردات لأنك بتعرفي منيح إنه باري بتحبهم كتير. تفوتي نقعد معهم؟ ألو؟ ألو فير، وينك أنت؟ أنا لازم شوفك. طيب، فيك تجي على مكتبي؟ طيب. تعرف؟ ما خطر لي أني رح أقدر شوفك مرة تانية. بصراحة أنا كتير مبسوطة. قلي تزوجت؟ إيه تزوجت من 6 شهور. قلي لي أنت تزوجتي؟ لا، لسه ما تزوجت، بس مو مطولة، رح أتزوج عن قريب. وما تخاف، أكيد رح أعزمك. ماشي؟ أوه، معناها أنت هلأ عشقاني ما؟ شو بيشتغل؟ هو مصور أزياء. مصور أزياء؟ واو. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.